كانت عصيبة جدا، مضغوطة جدا، وكل حاجة فيها فنيا هنستعرضها مع حضراتكم. اتفضل يا كابتن شريف. مبروك يا كابتن، مبروك كباتن. بعضد نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس يعني جماعة شريف عليهم ضغط نفسي برضو، يعني الترابيزة كلها توانسة على ما اعرفش ايه، والتحكم هناك في الاستوديو ده احنا عارفينه الحقيقة. انا بس يعني زعلان من الكابتن المصري اللي هو قاعد كان بيحلل معاهم، انه بيقول لا انا هتركها للحكم. قول رايك، ما تخافش، قول رايك انت. الفنانه الحمراء دي ليه؟ لا انا ما انا مش شايف، انا اسيبها للحكم. يعني ادي رايك انت، دي رايك. دي التيشيرت الاحمر ده ليه كتير قوي عندك، يعني حتى لو انت شاكك فيها، حتى لابد انك تقول انها ضربه كده. اعلم سيادتكم اعلم حضراتكم حاجه ايها الاستوديو العالمي، عندما يكون هذا اللاعب في هذا الموقف ويملك الكره ويواجه حارس المرمى، اي لمسه، اي احتكاك، اي حاجه ضرب جزاء يا كابتن. انا انت بتتكلم على الاولى، ده ابسط شيء اللي انتوا بتقولوا لا مش ضرب الجزاء، وعاملين لنا افلام وعاملين لنا حاجه. لا احنا نعرف نرد عليكم كويس قوي، احنا لعبنا كوره وكوره عالميه، انتوا يا دوبك لعبتوا كده كورتين ثلاثه في نص الملعب، انما احنا يا كباتن قابلنا لعيبه تهد جبال، لعبنا المحترفين ايام ما كان مفيش احتراف بره، لعبناهم في نواديهم احنا يا كباتن. بص الايد يا كابتن، بس بص الايد اللي انت بتشرحها اهي، بص ايد معز الدين بن شرفيه، ده غير الراجل اللي هياخده يا كابتن، ان هو جاي حتى لو راح ما لمسوش، رايح ياخد الكره، الراجل الباك جاي تاني طلقه فيه منيمه في الارض. كل ده هم مش شايفينه يا كابتن سيد. لا احنا شايفينه كويس، احنا شايفينه نقدر. جمال الشريف ده كابتن، جمال الشريف ده مش ده بيقعد على انهي قهوه ده؟ انا مش فاهم. يمكن جمال الشريف السنه اللي فاتت